ألف مبروك يا جماعة، ويعني شرفتونا حقيقي يعني، والناس كلها الجرايد. أعتقد إن أنتوا يعني في الأوتيل قابلتوا المشجعين. شكراً، كان بيجوا تحت. لا، ألف مبروك، شرفتونا، وإن شاء الله يعني كده اللقاء اللي جاي هيبقى مع الأهل، أنا أتأكد. مع الأهل. هيبقى في القاهرة، فأنتوا مش هتضطروا تسافروا أنجولا. لا، وشك حلو علينا، بنشكرك والله جدا، وتعب استثمارك دي، والناس كلها معانا من قبل ما نيجي، والسفيرة هيدي صح؟ سكرتيرة سيدي صايدي. هيدي كانت معايا على طول من اسكندرية من قبل ما نيجي، يعني كانت مسهلة لنا كل حاجة هي والاستاذ مجدي، فبنشكر حضرتك طبعا. العفو. والمهندس فرج بالله حضرتك تحياته ليك يعني. الله يخليك. انا سمعت ان كنتوا خلاص بقى هتلعبوا في يعني في مصر. ذهاب وايه؟ اسكندرية والقاهرة. لا كويس. لا طيب، ايه بقى انطباعاتكم عن مطرشه؟ خالص؟ انا كنت مطرشه.